جربة، واللي خلات أنه تقريبا منذ مدة ما شفناش بلادنا محور حديث وسائل الإعلام الدولية في تغطية لما يحصل في قمة الفرنكوفونية اللي حضرها زوز من كبار العالم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جيستين ترودو، إضافة إلى ما يقارب 30 يعني رئيس دولة ورؤساء وزارات ووزراء ورؤساء لمنظمات إقليمية ودولية في غاية الأهمية. هذا تقريبا حدث كبير. لكن حدث آخر زاد نستعد لانطلاقه بعد ساعات في العاصمة القطرية الدوحة، ونحكيه على كأس العالم. وما أدراك ما كأس العالم اللي يأتي في ظروف استثنائية واستثنائية جدا، ناهيك أنها أول نسخة تقريبا تتلعب في مثل هذه الأيام من العام. كأس العالم الشتوي يهمنا ياسر، لأنه ينتظم في دولة عربية في دولة إسلامية، وتشارك فيه 4 دول عربية ومنها طبعا العزيزة تونس. وكلنا أمال في أنه منتخبنا يخلق المعجزة خلينا نقول الكروية، ويتعدى إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخه. هذا تقريبا أهم زوز أحداث، حدث في جزيرة جربة وحدث في جزيرة قطر. في الأثناء بطبيعة الحال تستمر التجاذبات والتنكفات السياسية والاجتماعية في بلادنا. نحكي على ما عشناه الجمعة هذه على خلفية الوضع البيئي في صفاقس، التصريحات الشهيرة للسيد ويلي صفاقس، وبطبيعة الحال ما حصل في جرجيس المدينة تقريبا التوأم لجربة، وحتى المطار اسمه مطار جربة جرجيس. وشفنا المسيرة اللي نظمها أهالي جرجيس باتجاه جربة، وكيف تم التصدي لها وما خلفه معناها من تداعيات، لعل أبرزها إعلان عن إضراب عام يدوم 2 يوم في مدينة جرجيس اللي لحد الآن مازالت تنتظر في لفتة سامية من رئيس الدولة على خلفية ما عشته من أحداث مؤلمة جراء معناها غرق عدد من أبنائها، ثم مسألة معناها الدفن اللي تم في مقبرة الغرباء وغيرها. أسبوع هذا زاد عشنا على خلفية صراع ماشي ويكبر ودخل توا تقريبا للمحاكم بين الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وهيئة السمع البصري ما تعرف بالهايكا. قرار اللي خذته ليزي وأعطاه الولاية كاملة على الانتخابات، وبموجبه تقريبا تم إقصاء الهيكة من مراقبة الحملة الانتخابية لتشريعية 17 ديسمبر القادم. تقريبا تستفرد ليزي بإعداد هذه الانتخابات وتضع على التماس مؤسسة بحجم الهيكة، علاش وكيفاش وشنو الاستتباعات، هذه اللي باش نحاولوا نحكيوا عليه في حصتنا اليوم. حصتنا اليوم سعيد جدا انه يرافقني فيها كالعادة بطبيعة الحال صديقي العزيز المحلل الإعلامي والسياسي إبراهيم الوسلاتي. لكن ضيوف اليوم سعيد جدا باستقبال الدكتور الحبيبة عزيزي، مرحبا بك دكتور. مرحبا بك. وكذلك زميلنا الإعلامي والمحلل السياسي ومدير موقع بوانتيان المنصف جوجة، مرحبا بك. مرحبا بك. وفي الساعة الثانية باش يكون ضيفنا بطبيعة الحال رئيس حزب آفاق السيد فاضل عبد الكافي، وأكيد أنكم تابعتوا شنو اللي صار لسي فاضل عبد الكافي عندما توجه المطار تونس كارتاج الدولي وفوجئ بأنه متخذ ضده مجرى منع السفر. باش يجيب حذانا سي فاضل باش نحكيه على المسألة هذه، لكن زيادة باش نحكيه على عديد المسائل الأخرى ونأخذ رأيه في أهم ما يشغل التوانسة اليوم في تفاصيل حياتهم اليومية والسياسية والاجتماعية. بطبيعة الحال نحب نبدأ بأهم حدث خلينا نقوله، انطلاق تظاهرة بحجم كأس العالم ولأول مرة في التاريخ في دولة عربية إسلامية. شفنا مشطرة من استعداد قطر البارح من خلال البري أوفرتور خلينا نسميها، وكانت صراحة حاجة مبهرة ومذهلة. تم تقريبا استعمال آخر ما توصلت له
تكنولوجيا في العالم من التقنيات، واكيد انه اللي باش نشوفوها اليوم والليله باش يكون تقريبا في نفس المستوى ان لم يكن اكثر. ما معنى انه كاس عالم اليوم يتنظم في دوله عربيه اسلاميه سي ابراهيم؟ هي سابقة وطبيعي جدا، زادوا سابقة أكثر كونه لأول مرة كأس العالم ينظم في الشتاء، من قبل دائما في الصيف بعد انتهاء يعني الدوريات أو معناتها ولا لا جميع المقابلات في الدوريات الأوروبية والإفريقية وغيرها. ولكن قطر منذ 2010 استعدت كما ينبغي لهذه التظاهرة وصرفت أموال طائلة جدا، تقريبا حوالي 200 مليار دولار فقط هذه للبنية التحتية، من بناء ملاعب، من بناء طرقات، من بناء حتى نزول جديدة، وأيضا للتجهيزات. هذا شيء هام وهام جدا، وكل شيء معناته ولا لا المؤشرات الكل تدل، وأن وحتى التصريحات متاع مختلف كبار المسؤولين على كرة القدم في العالم وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه التظاهرة هذه لتضم 32 فريق يمثلوا القارات الخمس مش تكون معناتها نجاح، باش يكون نجاح باهر وباهر جدا. هذا ما نتمنوه بطبيعة الحال، تمنينا أنه يكونوا على الأقل فما زوز ولا ثلاثة دول الأخرين مجاورة ليه يكونوا شركاء كما العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. قطر استفردت بالتنظيم، وأكيد كما قلت معناتها المؤشرات الكل تدل وأن ستنجح على مستوى التنظيم، هذا ما نتمناه جميعا. ونذكر وأن تونس اللي هي تمثل القارة الإفريقية، مش خاطر ما فماش من منظومة عربية، فما القارة الإفريقية المجموعة العربية غير موجودة في الفيفا إلى جانب المغرب والسنغال والكاميرون وغانا. نتمناو أن زادة تونس تقدم نتائج متميزة، وإن شاء الله نتمناو أنه تمر إلى الدور الثاني. نحب ملاحظة أخيرة أنه كأس العالم القادم مش تدور في مساحة 21 مليون كيلومتر مربع، يعني مش تجمع ثلاثة دول زوز قارات، مش تضم 48 منتخب لأول مرة. الكندا 10 ملايين كيلومتر مربع، الولايات المتحدة الأمريكية 9 ملايين و800 كيلومتر 800 ألف كيلومتر مربع، والمكسيك زوز ملايين كيلومتر مربع، في حين أن قطر مساحة متاعها 10500 كيلومتر مربع. مرة أخرى نتمنوا النجاح لهذه التظاهرة الدولية الهامة. يعني أنه مساحة الدول أصبحت تقاس بالأموال وليس بالجغرافيا. طبعا منصف، الحملة الكبيرة اللي تعملت على قطر يعني أسابيع قليلة قبل انطلاق كأس العالم، وكان صراحة مفاجئة خاصة وسائل الإعلام الغربية، وكأنها كانت في سبات ولم تكن تعلم أنه قطر هي التي استنظم كأس العالم، فأرجأت هذه الحملة الشعواء للأمطار الأخيرة قبل كأس انطلاق كأس العالم. أنا أعتقد أن السبب الأساسي أنه جزء من البلدان الأوروبية خاصة اللي هي تعتبر نفسها يعني عندها الولاية على كرة القدم، على كرة القدم مؤسسة لهذه اللعبة والاستعراضات متاعها المختلفة، التوى فكرة أنه بلد عربي ينظم على أرضه معناها صعبت عليهم شوية، معناها تحس أنه فما ردة فعل سلبية، لأنه الصورة النمطية على البلدان العربية تقريبا خاصة بلدان الشرق الأوسط يعني النفطية، هي أنه الصورة هي أنه يعني دشتاجة وبيرغاز تقريبا، معناها قبائل بدائية عندها برشا نفط، هذه هي كانت تلخص. واعتقد انه من المزايا ممكن تنظيم كاس العالم على في قطر، في قطر، هو انه الصوره النمطيه هذه باش تتغير، واعتقد هذا شيء ايجابي حتى بالنسبه لينا احنا اللي زياده على الحضور التونسي معناها في هذه التظاهره. فردود الفعل غير مستغرب انه فما اطراف عند لعب الدور معناها على القليلة المحاولة الإساءة لصورة قطر في الواحد، رغم أنه الحجاج المستعملة يعني حجاج مش مقنع ياسر، لأنه قضية العملة اللي وقع استغلالهم أو أنه متوفى أو صارت لهم أحداث، هي يعني أغلب الشركات اللي تشتغل فيها شركات عالمية اللي مسؤولة على الحكاية دي، بطبع متبيعة فما دولة قطر كدولة مسؤولة، ولكن أعتقد
أنه يعني استعمال هذه المسألة في الوقت هذا بالضبط النية متاعه أنه على القليل التقليل من الصورة الإيجابية اللي قاعدة تعدى توا إلى يعني على على بلد عربي اسمه قطر يعني بقى النظر على حبيب تركزت الحملات العالمية خاصة الصحافة الفرنسوية على أنه قطر باش عملت الملاعب هذية والإنفراستركتور هذية كانت الثمن نتاعو معناها آلاف الضحايا من العمال الآسيويين خاصة. بطبيعة الحال قطر هي بلد ثري لكن مستقبل للمهاجرين واليد العاملة كل ما يقام في قطر هو بالاعتماد على اليد العاملة المجلوبة من الخارج هذا بدون شك. لكن انت ما ننساوش ثم شيء جديد توا طلع منذ عشريات أن الكرة في حد ذاتها الكرة القدم وليت مرتبطة بالشأن الاستثماري أكثر منه بالشأن الرياضي وعقد لا كوب دي موند في قطر هو مسألة استثمارية كبرى ما تنجمها وما تقدر عليها إلا البلدان اللي عندها أيرباك مالي عظيم ومتسع. تو صغيرة قطر صحيح من ناحية جغرافية لكن هي إمبراطورية مالية عظمى تمتد في أوروبا تمتد في الصين تمتد في اليابان. قطر ما عادش فقط تلك الدويلة أو الجزيرة مش حتى جزيرة معتها معتها تقريبا ثلاثة وأربع مرات جربة ذيك هي قطر فهمتني. لكن من ناحية المالية الامتداد شاسع دولي حتى في موسكو حتى في روسيا قطر عندها أذرعة مالية مهمة والفرصة هذه متاع عقد لكوب دي موند هي فرصة استثمارية مهمة. صحيح خسرت 200 مليار دولار أو دفعت 200 مليار دولار ومجرد استثمار ربما ما ستجني قطر من فوائد مالية وسياسية وخاصة دبلوماسية لأن قطر هي موجودة في بوغاز بين دو غران زيليفون إيران من الشرق والسعودية من الغرب وقطر تشتغل هنا في هذا المحور الكبير اللي هو مع مضيق هرمز باش يولي المركز الدولي لسيرورة والنفط والطاقة مسألة كبيرة وضعية قطر من ناحية الاستراتيجية كما نقول احنا بالمفهوم العصري للكلمة. معناتها أنا نتصور رغم الخسارة المالية الكبيرة أو الدفعات المالية الكبيرة نتصور أن الاستثمار سيكون منتج ومربح في النهاية بقطع النظر عن تفاصيل الحياة اليومية في قطر. قطر هي بلد معناتها تسيره قوانين غير أوروبية تسيره قوانين غير حتى آسيوية كما الصين والهند وغيرها هي إمارة ومشيخة هي مشيخة النظم الحقيقية تعود إلى القرون الوسطى. لكن النظم المالية والاستثمارية هي في حدود القرن الثاني والعشرين متطورة برشا. واضح ما اللي ماهوش واضح هو هل كيفية تعامل كما قلنا بكري الإعلام الغربي وتحديدا الفرنسي مع كأس العالم في قطر. يعني شفنا كبرى العناوين الفرنساوية خرهت معناها لكوريا انترناسيونال معناها مقال صراحة على قطر كبرى المجلات والصحف الرياضية وغير الرياضية وهي تهاجم قطر بدعوى أنه قطر كما قلنا في البداية معناها استغلت العمالة الآسيوية بطريقة بشعة نقول قمة النفاق في هذا التعاطي لأنه ما فهمناش علاش وسائل الإعلام هذه ما شنتش الحملة على استثمارات قطر في فرنسا. شفنا اللي الصندوق السيادي القطري تقريبا هيمنة على الحياة المالية في فرنسا واشترات حتى فريق الأم يعني الفريق النوارة متاع الفرنسيس اللي يتفخروا به اليوم على بمعناها المستوى الأوروبي نحكوا على باريس سان جيرمان. وقت اللي قطر قاعدة تستثمر في كبرى الصناعات الفرنسوية تشتري في كبرى القصور تشتري في كبرى النزل التاريخية هي ما إيش نزل سياحية هي معالم خلينا نقوله سياحية هي معناها مصدر فخر
الفرنسيين وتباهيهم على نظرائهم في العالم. وقت اللي هذه كل ما نشرتها قطر في السنوات الأخيرة ما شفناش الحملة هذه، ما شفناش تذكير باستغلال قطر للعمالة الأسيوية، والحال أنه الأموال اللي اشترت بها قطر هالليمونيمون هذو في فرنسا هما جايين من قطر. وقتها ثم صمت وثم قبول وثم حتى ترحيب بالاستثمارات القطرية في فرنسا. أما أن قطر تستثمر في قطر فهذا هو ما يزعج الفرنسيين وغير الفرنسيين، وكأنه الفرنسيين تمنوا لو أنه تم تنظيم كأس العالم في فرنسا بتمويل قطري، وقتها تولي أموال قطرية صحيح. حلال ومرحب بها فعلا. أما أنه أموال قطر تستثمر في قطر فهذا ربما ما لا يروق للفرنسيين، وخاصة خلينا نقوله لأنه جزء من النخب الفرنساوية اللي عملت حملة كبيرة وكبيرة ياسر تقلق منها حتى النظام القطري بيدو. والحال أنه كان نشوفه معناها إش قاعد يخرج في فرنسا من كتب تدين معناها اشتراء ذمم عديد حتى السياسيين والبرلمانيين الفرنسيين من قبل القطريين أنفسهم، كل هذا مر معناها في صمت. فما كتاب اسمه لوكاتار سي بي لا فرانس سا كلاس بوليتيك، فما أوراق قطرية وفما غيرها من الكتب اللي تفضح الشيء هذا الكل. وقتها كان ثم نوع من الصمت المطبق، مدام الفلوس قطر مستثمرة في فرنسا مرحبا بها، أما باش تستثمر في قطر ولفائدة الشعب القطري ولفائدة خاصة الأجيال القطرية القادمة فهذا تقريبا خط أحمر. لأنه صحيح قطر استثمرت في الملاعب، وربما الملاعب هذه بعضها غدوة باش يتم معناها تفكيكها، لكن زادة استثمرت في البنية التحتية، استثمرت في شبكة مترو على صغر الدولة القطرية لأنها عملت شبكة مترو وعديد الاستثمارات الأخرى اللي على معناها البنية التحتية اللي بعد كأس العالم مش تبقى بطبيعة الحال في خدمة الشعب القطري. حبينا نحلوا القوس هذا باش نكشفوا حجم النفاق من الدول هذه اللي في كل مرة قاعدين يقدموا لنا فيها في تونس على أنها مثال يحتذى، وخاصة الإعلام الفرنسي، لكن في كل مرة نكتشف حقيقة معناها السلوكيات والأخلاقيات اللي تسلك فيها وسائل الإعلام هذه. يعني وقت تجي مناسبة بالهمية هذه تولي تسقط الأقنعة وتظهر معناها الوجوه على حقيقتها. تابعونا وتابعوا اخبارنا على الكونت اوفيسيال انستغرام ولا على شين يوتيوب راديو ميل. ديمانش بريس، ديمانش بريس كل نهار احد من نص النهار الماضي ساعتين مع لطفي العمري على راديو ميل. ديمانش بريس. مرحبا بكم من جديد. نذكركم اليوم ضيوفي في الساعة الأولى أستاذ الحبيب العزيزي والأستاذ منصف جوجة وكالعادة إبراهيم الوسلاتي، والساعة الثانية باش يكون ضيفنا الرئيسي السيد فاضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق. بطبيعة الحال مانيش باش نبعدوا برشا على كأس العالم، مانيش باش نبعدوا برشا على فرنسا وعلى الفرنكوفونية، نمشيوا مباشرة إلى جربة إلى هذا الحدث الهام والهام جدا اللي احتضنته بلاندا. هام مش فقط لأهمية منظمة الفرنكوفونية اللي خلينا نقوله كيفها كيف اللغة الفرنسوية قاعدة تتراجع في تراجع كبير في مواقعها التقليدية، لكن خاصة بالنسبة لبلادنا، لأنه قبل التئام القمة هذه عشنا ما يشبه العزلة الدبلوماسية على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، لأنه رئيسنا اختار طريقة حكم مختلفة، أنه معناها ما يتحركش برشا، خلينا نقوله ما يسافرش برشا، ما يستعملش برشا الطيارة. هذا اللي خلى تونس ربما تعزل بعض الشيء، وجاءت القمة هذه اللي تفك نوعا ما هذا الحصار وتعطي معناها نوعا ما الائتلاق التونسي في الداخل وحتى في الخارج. ومهما اختلفنا في تقييم وتقويم معناها فعاليات هذه القمة، إلا أنه فما إجماع على نجاح تونسي في تنظيمها. منصف
انت جربي ولد جربه مشيت لها لافون لا بري، قلت لي انك تبهرت بما التغيرات اللي شهدتها جزيره جربه استعدادا لهذه القمه. بصراحه معناها انا كنت نوعا ما متشائم على مستقبل جربه الاقتصادي والسياحي وحتى المجتمعي، لانه يعني ظهرت الهجره غير شرعيه زاده في جربه كبيره ياسر تقريبا قبل هذا يقول قبل شهر سبتمبر 2021 فهمت تقريبا. قلت لها ثلاث مرات بعدها واخيرا الاسبوع الفايت معناها. فنجم نقول انه فما تغيير نوعي، قفزه نوعيه عملتها الجزيره على كل المستويات، مش فقط على مستوى البنيه التحتيه، ولكن خاصه فما حركيه اجتماعيه وثقافيه غير معهوده ما صارتش في تاريخ جربه. والسبب المباشر في اسباب اخرى اعمق هو انعقاد القمه الفرنكوفونيه هذه في جربه. صورة جربة في الخارج كذلك تغيرت بمناسبة القمة هذه، لأنه نشوف ما كتب حول القمة تقريبا أكثر منه تكتب حول جربة كنموذج عالمي لتعدد الديانات وتعدد الثقافات وتعدد حتى يعني الراس كما نقول أعراق العراق. هذا على مستوى الصورة، معاش صورة فقط وجهة سياحية تقليدية ما بحر وشمس ووتلة، ولات صورة ثقافية اللي خلات المنظمين عملوا عملا نعتقد إيجابي جدا بالنسبة للجد، وهذا من تأثير القمة الفرنكوفونية، وهو أنه صار إحصاء لكل المعالم الأثرية الموجودة مبثوثة في تراب الجزيرة في وسط الجزيرة وعلى المساجد خاصة، وقع الاهتمام بها وحطينا اون فالور وعملوا مسلك سياحي للزوار الكل، فعطى جانب كان نوعا ما منسي او غير معروف، هو الجانب التراثي والتاريخي والثقافي، وخاصة على مستوى يعني الهندسة المعمارية بتاع الجزيرة. والملاحظة الثانية انخراط الاهالي، وهذه اول مره تصير انا اعتقد في تاريخ جربه في المنظومه الثقافيه اللي تعملت بمناسبه الجزيره، وخاصه انه كلهم حاضروا يعني تقريبا جزء كبير منهم بلباسهم التقليدي خاصه النساء حسب الحوم غادي لباسها، فما انخراط غير معهود ما شافتوش الجزيره من قبل، يدل على انه فما تغيير نوعي صاير في المجتمع داخل الجزيره في علاقته بالثقافة وفي علاقته بالآخر. طبعا شيء ظهر هو لميزون افون، إبراز خاصة التقاليد الجربية سواء في المأكل أو في المنتوج يعني الزرابي ولا أحيانا التراث المادي ولا مادي يعني خاصة التراث المادي برز بصفة قوية في الواحد. وأنا أعتقد أنه نوعا ما هذا اللي كان تقريبا الجانب المفقود في جربة، منذ أصبحت جربة مقصد مهم جدا أنه جربة اليوم تقريبا تنتعش انتعاشة كبيرة، وجربة تتصالح مع جربة، مع تاريخ جربة، مع ماضي جربة، مع عاداتها وتقاليدها، مع معالمها التاريخية وخاصة الدينية، شيء اللي خلينا اليوم النجم ونحكيه على جربة كجزيرة للتعايش والقبول بالآخر والاختلاف مع الآخر. اليوم معناها نحكيه على ثلاثة ديانات تتعايش في جربة، المسلمين اليهود والمسيحيين، حتى أنه فما كنيسة معناها تم نفض الغبار عليها، زوز كنائس واحدة كاثوليك، وتواجد متزايد حتى للأجانب خاصة الفرنسيين في جربة. اليوم نحكيه على 5000 فرنسي مقيم، 5000 فرنسي مقيم في جربة، صراحة أرقام احنا هنا في تونس وكي نسمعوها تفاجأنا، يعني تفاجأنا بطبيعة الحال إيجابيا. لكن هات نحكيه على القمة هذه الفرنكوفونية سي إبراهيم اللي تعيش في انحسار كبير على مستوى العالم، عاد تراجع الدور الفرنسي خاصة في إفريقيا، فقدانها لمواقعها التقليدية، آخرها ما حصل في مالي، دخول لاعبين جدد، نحكيه على روسيا، نحكيه على الصين، نحكيه على تركيا، نحكيه على أمريكا، يعني اليوم وكأنه فرنسا هي أحوج
الدول الفرنكوفونية إلى قمة الفرنكوفونية. هذا اعتراف، اعتراف من رئيس ماكرون بيدو، قال فما تراجع في استعمال اللغة الفرنسية، وأعطاه حتى أرقام تقريبا 370 ألف. هذا الشيء يحكي هو، هل يقصد تراجع اللغة الفرنسية خايف على اللغة، أو تراجع اللغة بمعنى أيضا تراجع يعني النفوذ، مؤشر لتراجع النفوذ الفرنسي في المناطق في البلدان اللي تستعمل اللغة الفرنسية كلغة أولى أو كلغة ثانية؟ ما نساوش هذا، راهو زاد منذ 2019 بعدد من الدول الإفريقية اللي كانت تستعمل الفرنسية فا ولات عملت هي العملة متاعها الخاصة، فهمت؟ ما نساوش هذا. يعني نحب نذكر على الأقل ما لقيصر لقيصر وما لله لله، أنه تم لأول مرة تم تقديم ملف تونس لاحتضان القمة بمناسبة مرور 50 سنة إحياء، يعني أونوماج بورقيبة لاندي فونداتور متاع الفرنكوفونية، كان في مؤتمر داكار 2014 نوفمبر 2014، والملف تم تقديمه من طرف رئيس الحكومة آنذاك مهدي جمعة ومعه وزير الخارجية منجي الحامدي، وتم فيما بعد في المؤتمر الموالي في مدغشقر لسنة 2016 المصادقة على أن تحتضن تونس القمة هذه، واختيار جربة يعود بالأساس إلى الرئيس الحالي قيس سعيد، نقولها زادة صراحة. أنا لاحظت وأنه تابعتها على خاصة في الإعلام الفرنسي، فهمتني، تابعتها، أنا شفت وأن القمة هذه ناجحة، ناجحة على مستوى التنظيم. ومنصف كان يحكي لنا تو على جربة، وياليت أنا أتمنى أن جربة تصبح مركز دولي للمؤتمرات كما على غرار شرم الشيخ وعلى غرار مراكش في المغرب، لما لا تنجم غدو الحي تنجم تكون قبلة لكبرى المؤتمرات على مستوى حتى الحضور. الحضور فما حضور متميز، عدد كبير من معناتها رجالات الدولة، يعني رؤساء دول وحكومات، وقت نذكروا الرئيس ماكرون، وقت نذكروا الوزير الأول الكندي، وقت نذكروا الرئيس مكيسال بتاع السنغال اللي هو الرئيس بتاع القمة الإفريقية، الرئيس الإيفواري، الرئيس بتاع رواندا. ندخلوا للصحيح، فهمتني، على مستوى تونس صحيح نجم تستفاد من القمة، نجم تستفاد أولا، تونس تستفاد من حيث التغطية الإعلامية والتعريف بجربة كما كان يحكي منصف غدو الحي، بزيد الإشعاع متاحة على المستوى السياحي والثقافي والحضاري باش ينزاد أكثر فأكثر. اثنين توا على مستوى المخرجات، احنا لأول مرة تقريبا في القمة الفرنكوفونية فما ملف يعني موضوع حول الاقتصاد وخاصة الاقتصاد الرقمي، هذه حاجة نقطة إيجابية تحسب لهذه القمة وتحسب أيضا مع تولي الجندار موجودة في القمة. احنا نتمنى كون المخرجات متاعها يصير سويفي متاعها المتابعة متاعها والنجم نخرج بنتائج لا بأس بها. أنا شفنا احنا فما عدد من الاتفاقات اللي تم أمضائها سواء مع الجانب الفرنسي أو مع الجانب الكندي، نتمنى أن أيضا مع خاصة البلدان الإفريقية الأخرى تكون فما اتفاقات شراكة، لأنه احنا العمق متاعنا الاستراتيجي يبقى دائما افريقيا، احببنا ام كرهنا. هذه من النقاط اللي نتمناه، وخاصة ناكد انه تصير فيما بعد المتابعة متاع مخرجات القمة. نجيك دكتور حبيب، اليوم شنو اللي يخلي فرنسا منشغلة على تراجع لغتها اللغة الفرنساوية؟ ناهيك انها كانت منتشرة في دول هي مستعمرات فرنسية سابقة، في البداية دول استقلال هذه الدول معناها تعاملت معها كغنيمة حرب اللغة الفرنساوية، بيوتان دو غير باش نرجعوا الكلمة تاع كاتب ياسي، لكن من بعد ثم تراجع كبير وكبير ياسر. قد تكون فرنسا متحملة مسؤولية كبيرة اليوم في تراجع حتى لغتها وبالتالي مراكز نفوذها. أنا براش الأمر هكاك، المشكلة بدأت من كلمة الفرنكوفونية المخلقة. تو بريطانيا كي حبت تجمع قدماء مستعمراتها جمعتها في كلمة اسمها The Commonwealth، أي الثروة المشتركة، ما قالتش الأنجلوفونية. المشكلة كلمة الفرنكوفوني التو ما زالت تثير بعض الحساسيات، وكأنها اجتماع لغوي، وكأن قضية لغة الفرنكوفوني، يعني انتقلنا من الفرنكوفوني إلى الفرنكوفوبي توا في تونس. مش نسكول بتاع تحال، لكن ثم كأسوسيتين سرتان فرنكوفوبي جدي انت تقول بس ما به، لكن انت المساله مو جدايره. احنا عندنا ارتباط وثيق قديم باللغه الفرنسويه من قبل حتى الحمايه الفرنسويه، با بدون شك قبل الحمايه الفرنسويه البلاد التونسيه عمرها ما كانت احاديه اللغه. ايه ما كناش نعرفوا برشا الفرنسوي، خلينا نسموها السوري خاطر جابوها هذ المترجمين السوريين من عهد الروماني، وتونس تتكلم لغتين باستمرار التوا بدون استمرار. ما عمرنا ما عشنا قرن بلغه واحده،
اما لغه تركيه او لغه بربريه مع الحفصيين او لغه عثمانيه مع الاتراك وحصلوا وكي جاوا وصولا للغه الفرنسويه وكي جاوا الفرنسويين ما دخلناش اللغه الفرنسويه برك دخلنا اللغه الفرنسويه والايطاليه راهو حتى التوا احنا الورثه ورثتنا الايطاليه اللغه الايطاليه في في الكلام الشعبي نتاعنا والخبز الطليان وترشوه كذا راهي كانت ورثه مش المهم شنية احنا فتحنا على العالم عن طريق نوافذ النهضه الاوروبيه الكبيره اللي هي فرنسا اللي هي ايطاليا وحتى بريطانيا زاد راهو حتى بريطانيا احنا تعرفنا على اللغه البريطانيه عن طريق الفرنسويه راهو الفرنسويه باب يفتح على العالم توا حتى برشا ناس يقول لك اخويا نعوضوا الفرنسويه بالانجليزي وكانه المساله مساله لغه بعض بلدان في افريقيا سواء كان ناطقه بالانجليزيه او ناطقه بالفرنسويه خذات مسارات تطور ماهوش مختلف برشا والنتائج ماهيش مختلفه زاده برشا القديم ماهيش قضيه اللغه برك الصين الشعبيه ما تتكلمش برشا توا الصينيين عندهم ولا لغتهم زاحفه لكن انتي ماهيش اللغه الاولى في العالم ولا هما من الناحيه الاقتصاديه متطورين برشا يعني لازم نشوفوا ما يلزمناش نستغلوا الفرصه هذه باش تظهر وكانها هي قمه اللغه الفرنسيه ماهيش قمه اللغه الفرنسيه هي مجال جديد مجال تفتح لنا وتحلت جوانحنا فيه واحنا مستفيدين بدون شك هو انا نحب عندي ملاحظه بسرعه لا لا ملاحظه بسرعه يعني من يتحدث على لغه المستعمر حتى الانجليزيه راهي لغه المستعمر حتى الاسبانيه لغه المستعمر هذو زوج لغات في العالم البرتغاليه الايطاليه بالتالي حتى من حفظ لغه قوم امن شرهم هذا حديث يقال ان حديث منسوب الى الرسول الاكرم لهنا اذا كان نتحدث دائما اللغه تفتح هي مجالات اخرى كما كان يحكي الحبيب على العالم افاق اخرى بالتالي انه باش تعوض لغه بلغه لا اما حبذا لو أن نضيفوا اللغة الثانية الفرنسية تولي اللغة الإنجليزية والإسبانية ندرسوهم في الابتدائي انطلاقا من الابتدائي لأن راهي الإسبانية اللغة الثانية في العالم وساعات هي الأولى راهي كل ما اللغة هي بمثابة جواز السفر أو الفيزا بسرعة الملاحظة صغيرة لو توا احنا في الأيامات هذه ثم جامعة أمريكية بعث لنا مجموعة أساتذة مختصين في تعليم اللغة الإنجليزية داروا في قفصة في القصرين في جندوب وكذا وقاعدين درسوا في كيفية نشر اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي هذا هو الصراع هذا هو الصراع هو صراع حقيقي لأنه فرنسا معناها هذه فرصة باهية تستغيث معناها لأنه كما قلنا تم معركة ما عادش نجم نعطيكم فيها الكلمة خاطر تكلمنا أما الناس اللي تقول لك نمشيوا للإنجليزية خاطر فرنسا وهي لغة مستعمر راهو إذا ثم لغة استعمارية فعلا راهي اللغة الإنجليزية راهو وعد بلفور اللي بمقتضاه تعطات فلسطين لإسرائيل راهو تكتب بالإنجليزية واللي كتبوا إنجليزي بريطاني دونك برسمكم تاونا مع العركة متاع الطبابلية اللي حلينا هذه احنا ناخذ من ثقافات العالم لغتها اللغة هي اهم مفتاح وهي الباسبور وهي الفيزا اللي تنجم تحب تعمل لك جوانح وهذا يلزمنا ندخلوه لصغارنا ونشجعوهم على تعلم اقصى ما يمكن من اللغات هات نمشيو انه وقت اللي نحكيو لا 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 نحكيو على القمة اللي صارت في جربة في نفس الوقت كانت جرجيس تعيش في احتقان اجتماعي كبير وشفنا حتى مسيرة تذكرنا بك المسيرة اللي انطلقت في سليانا كانت تفكر وقت اللي قرر أهالي سليانا مغادرة سليانا احتجاج على التعاطي الأمني والرش اللي ضرب شباب سليانا واللي التو شباب سليانا مازال يقاسي في أثار تلك العملية نجاح في التنظيم في جرجيس في جربة يقابلوا فشل تام للسلطة المركزية في التعاطي مع مأساة جرجيس في كلمتين كيف شريتوا المسألة هذه يعني هي مأساة قبل كل شيء أعتقد أنه أخطاء تراكم تاع أخطاء في معالجة المسائل نوع هذا وخاصة في جرجيس بدأت منذ البداية خليت أنه إلى حد الآن ما فيش أجوبة مقنعة فانعقاد القمة يعني الفرنكوفونية تقريبا على بعيدة يعني 40 كيلومتر على جرجيس مع وجود وسائل الإعلام والمسؤولين إلى غير ذلك ورؤساء العالم خلى أهالي جرجيس حبوا يوصلوا صوتهم عن طريق القمة هذه لأنهم يعتبروا أنه ما وصلش كما يلزم لأنه ما فماش رد مقنع من السلطة إلى حد الآن في معالجة القضية هذه واضح ما ننساوش زادة إبراهيم سي الحبيب اللي من جملة الفعاليات ربما اللي ما تذكرش في القمة هذه أنه الرئيس الفرنسي حرص على تذكير دول أفريقية بضرورة الحد من الهجرة السرية وإيجاد بدائل تنموية
حتى معناها التقليص من حجم هذه الهجرة، وخاصة الدول الغير متعاونة ومنها الدولة التونسية. الرئيس ماكرون حسب ما جاء في الصحافة الفرنسوية يلوم في المسؤولين التوانسة أنهم همش متعاونين من حيث ترحيل التونسيين الموجودين في فرنسا بطريقة غير شرعية، رغم أنه نعرفوا أن مطار تبرقة مفتوح يوميا تقريبا يستقبل في طائرات تحمل تونسيين يتم ترحيلهم من فرنسا ومن غيرها من فضاء الشنغان لأنهم شاءوا بطريقة غير شرعية. هذه من فعاليات من أو فقرات القمة هذه اللي ما تتقالش. هذه كانت من النقاط اللي تم التداول فيها خلال اللقاء الجماع بين الرئيسين قيس سعيد وإيمانويل ماكرون. إيمانويل ماكرون تبعت التصريح متاعه لوسائل الإعلام الفرنسوية بالأساس، واللي تم نقله في بعض القنوات الفرنسية مباشرة، يقول وأنه احنا صحيح نرغب كونه في فتح الافاق امام الطلبه امام الباحثين امام لي كومبيتونس هكا يقول، ولكن بالنسبه لنا اذا كان ما فماش تعاون من طرف البلدان المعنيه بالهجره الغير النظاميه بترحيل اللي يقوموا بجرائم في فوق الاراضي الفرنسويه، ولا اللي يحرقوا هكا بالضبط معناتها، ولا لا اللي يوصلوا لفرنسا بطرق غير شرعيه وفيهم ديزوردر دو كيتيرو تريتوار، يعني معناتها ولا لا بطاقات بتاع مغادره التراب الفرنساوي، احنا لهنا نلقاو رواحنا في حرج باش نسلموا المزيد من التاشيرات لطالبيها وللراغبين فيها لهنا. ما نعرفش انا شنو كان موقف الرئيس قيس سعيد، لان الخبر هذايا قريناه يعني في الصحافة الفرنسوية، ما شفناش يعني في البلاغ اللي صدر على رئاسة الجمهورية. نتمنى وأن الرئيس قيس سعيد نفسه راه يكون أكد بالأساس على كونه التخفيخ نوعا ما من الشروط المجحفة اللي تفرضها السلطات الفرنسوية على كل طالبي التأشيرة. ولنذكر لهنا أنه تصريح لرئيس الحكومة الفرنسوية إليزابيث بورن تقول وأنه مش نقلصوا في المدة، ولكن لحد الآن يقعدوا أحيانا طالبي التأشيرة ينتظروا أكثر من شهر التأشيرة، رغم أنه مش تأشيرة معناتها ولا لا متاع دراسة ولا تشارة تأشيرة متاع عمل، لا تأشيرة متاع سياحة متاع 90 يوم، يقعدوا أحيانا ينتظروا أكثر من شهر باش يجاوبوهم. اي يقوله ماكرون صراحة، يقول احنا قاعدين نستثمروا في افريقيا، ومعناها بطبيعة الحال اذا نستثمروا المقابل انه معناها يتم تثبيت شباب افريقيا في افريقيا، اما نستثمرنا في افريقيا وانت تحل حدودك للهجرة السرية يقول لك هذا لا يستقيم في تعاملنا مع الدول، وبالتالي كما احنا نحترم واجبنا في الاستثمار في افريقيا يجب انتم تحترموا المعاهدات معناها اللي تدفع لي حد. أنا يظل لي هذا خطاب سياسي لماكرون معمول للداخل فرنسا، ليش معمول له؟ لأنه أولا مش صحيح، تونس عكس الجزائر والمغرب ترجع في المهاجرين، بينما الجزائر وهذا باعتراف وزير الخارجية الفرنسي نفسه، ولكن صار نفس الضغط على الفيزا. الشيء الثاني الحقيقة أنه الاقتصاد الفرنسي حاج في حاجة أكيدة اليوم إلى يد عاملة أجنبية مختص. ولكن على المستوى السياسي ليزونجو بوليتيك صراعات سياسية وصعود أقصى اليمين في فرنسا اللي يهدد يوميا يعني أنه يفك السلطة في الواحد يخليهم يكونوا عندهم خطاب دفاعي مع تسكير الحدود، بينما الواقع وهذا صاير في البلدان كما ألمانيا وكما الدنمارك لغير ذلك، الطلب في يد العاملة الأجنبية كبير بصفة كبيرة في العامين الأخرين، والاقتصاد الفرنسي الآن في حاجة إلى يد عاملة رخيصة معناها يعني يد عاملة غير مكلفة. الخطاب اللي عامله هو بوليزاج انترن أنه يلزم يجي هنا يقول الموقف متاع فرنسا فيما يخص قضية الهجرة، بينما كان المفروض أنه يفتحوا الحدود، ومش صحيح قاعدة مش قاعدين يعطيه في يعني بطاقات الإقامة والتأشيرة ومش مفتوحين بالنسبة للتوانسة. مسألة الهجرة قديمة والحلول نتاعها ما هيش فرنسية تونسية، الحلول نتاعها هي أوروبية. ماكرون جاب ملف الهجرة وكانه هو ملف أوروبي، مشكلة فرنسا ما في الهجرة خاصة مع إيطاليا قبل ما تكون مع تونس، لأن إيطاليا تستقبل ثم تصرحهم على 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 أوروبا، ولا مشكل كبير. الحاجة الثانية السوق الشغل في فرنسا ما هوش رافض للهجرة، بالعكس طالب المهاجرين وخاصة نوعية مهاجرين يجوا من تونس،
وسيبقى طالب المهاجرين على امتداد سنوات مستقبلية. مش مسألة سهلة الهجرة، مش مسألة سهلة الهجرة، ستتواصل، هي شرعية أو غير شرعية ستتواصل، لأن الطلب في أوروبا موجود، ولأن زاد الإمكانيات نتاع الناس ما يحبوا يهاجروا متوفر في ذي القضية. هنا ثم طلب وهنا ثم يدعم للطالبة. نقفلوا بك الكلمة شك. اللي قالها عالم الاجتماع الفرنسي الشهير: إما أن تذهب الثروة إلى حيث الفقراء، وإما أن يذهب الفقراء إلى حيث الثروة. دونك الفقراء وين ثم الثروة وين يمشي؟ إذا أنت ما جبتلوش راهو باش يجيك، وهذا اللي قاعد صاير. والتاريخ هو شباب أفريقيا هو اللي قاعد يشد الرحال إلى أوروبا. أوروبا اللي أمس في الأيام كانت هي بيدها ترحل إلى أفريقيا، ولا تزال إلى اليوم لنهب خيرات أفريقيا. لازمنا نعرفوا اليوم اللي باريس، ما نحكيه على أزمة الطاقة، 70% منها تضاء باليونانيوم تاع النيجر، في الوقت اللي النيجر 10% فقط من النيجيريين عندهم الكهرباء في ديارهم. وبالتالي معناها كما قالت رئيس الحكومة الجديدة اليمينية المتطرفة الإيطالية، معناها هي المحالة عاودت الكلمة تاع جاك شيراك. جاك شيراك عنده كلمة شهيرة قال: لولا العالم الثالث إبراهيم لكانت فرنسا بلدا من العالم الثالث. يمشيوا الوضع البيئي في صفاقس، عندنا مشكلة بيئية في صفاقس، مشكلة كبيرة برشا، لكن بطبيعة الحال تداعياتها أصبحت اجتماعية وحتى سياسية، وشفنا ارتباك كبير في السمعة من قبل السلطة الجهوية في التعاطي مع هذه المأساة البيئية. صراحة ما تعودناش بالعجز اللي يستمر لأكثر من سنة في التعاطي مع رفع الفضلات. هذيك حدود الله وإلا الأمور أبعد. أنا من الشيء اللي خوف أنه الكارثة اللي تعيشها صفاقس نجم تتواصل وتنجم تبرز في مدن أخرى كبيرة، وصارت من قبل يعني مثلا جربة في فترة فترات صارت نفس الشيء. هي عجز السلطة المركزية الحالية على إدارة القضايا هذه اللي تخص البيئة وخاصة الفضلات، فما عجز كامل واضح، كل ما يبرز شوفوا نفس المشكلة تعاود. عجز على المستوى المركزي وعجز على المستوى الجهوي والمحلي، واضح. يجب نعاود نخمم في المنظومة، المنظومة متاعنا كاملة على المستوى المركزي كيفاش نضمنوا رفع الفضلات بصفة مستمرة. الحلول موجودة، الحلول التكنولوجية موجودة، يعني فما بلدان منعت تصدير الزبلة متاعها، كل تقريب الفضلات يقع الريسيكلاج متاعها واستعمالها بحاجة، كل حتى وصلوا أنهم منعوا تصدير الزبلة. احنا يعني الزبلة اللي ممكن يعني معالجتها يعني واستعمالها في كثير من الأشياء في في خلق الثروة من الطاقة، يعني تقريبا كهقرنا على المستوى السبعينيات والواحد ما عادش عمره ما عشنا في الواحد. هذا يعكس فشل الدولة في الحقيقة كما ظهر في عديد المستويات، ليس فقط لكن هذه سبيكتاكولير. ومدينة كيسفاقس يعني تقريبا تختنق، إذا ما نقولوش تحترق، مش بالنار بركة تحترق. يعني المشكل ما عادش في الزبلة بركة إبراهيم، وإنما في الأداء الزبلة تاع السلطة الجهوية في التعاطي مع الأزمة هذية. لا، السلطة الجهوية إذا كان ما عندهاش دعم من السلطة المركزية تلقى نفسها عاجزة. ناهيك وأنا شفنا احنا الوالي بتاع صفاقس واللي وجه في نداء استغاثة إلى السيد رئيس الجمهورية، بالتالي قال إذا كان علينا الفيسبوك ايوه خاصة نسق الفيسبوك وكذا، واتمنى السيد رئيس الجمهورية ويقول وأنه اتصل به السيد رئيس الجمهورية وشكره على المجهودات اللي يقوم بها. لكن شوف اسمع، يعني وقت اللي تخلي الأزمة تتفاقم تولي تصبح في وقت ما توصل إلى الحد وما عادش تلقى لها حلول. المقاربة الكل من له كانت غالطة، كونه كل مرة تعمل أنت مصب معناتها وقتي وتقول هذا 5 سنين ومن بعد تنسكر حتى نلقى الحل، بعد 5 سنين تولي 10 إلى غير ذلك، يولي المواطن يولي ينتفض ويقول أنا لن أقبل خاصة بالحلول الترقيعية هذه. وإحنا شفنا أن تونس شاركت في مؤتمر المناخ في غلاسكو منذ سنتين، ثم توها هي موجودة في الكوب 27 يعني في شرم الشيخ. تمنينا وأن ملف كما ملف صفاقس وملف النفايات بصفة عامة راه تقدم كما ينبغي، ورأي لربما تونس تحصلت على استثمارات من 100 مليار دولار اللي كانت موضوعة على ذمة البلدان المشاركة، و
خاصة أفريقيا لأنه تم تركيز على أفريقيا، ومن بين فما حتى تم ذكر ثلاثة بلدان مغاربية اللي هي المغرب والجزائر وتونس فيما يتعلق بالجفاف بالأساس. هذا على الأقل هذا رو ربما رجعنا بقنيوتة لا بأس بها باش نجموا نستثمروا احنا في المادة هذه بين الفرين، لأن مادة رايش هذا مسارش للأسف رقم حضور على أعلى مستوى. نحكي رئيس الحكومة ونحكي وزيرة البيئة وشفتوا حتى الرأي العام في تونس ما حكيش على مشكلة صفاقس وعلاش ما تهزش الملف إلى مصر. حكينا على رئيس الحكومة وهي تبتسم لرئيس إسرائيل وبقى هذاك الشغل الشاغل متاعنا، وربما هذا اللي فسر أنه اليوم فلسطين بيدها أنظف بياسر على المستوى البيئي من تونس. حبيب أنهي معك. أنا والله نتسأل شيء بسيط، ربما هو إذا كان الزبلة هي الفضلات حتى ما يطرحه الناس بعد الاستهلاك، داير دليل كبير الاستهلاك مرتفع، إنما القطاع الخاص ما تهموش الزبلة هذه، ما فيش فوائد ينجم القطاع الخاص يستثمر في جمع الزبلة ورسكلتها و معناتها يقولوا وتحويلها فما مشاريع خاصة تقدر ثم مشاريع خاصة ما نعرفوش اسمه العيش العجرودي قال قدمت مشاريع لكن البيروقراطية لا ما يش بيروقراطية برك. إذا كان القطاع فيه فوائد مالية للقطاع الخاص بدون شك باش يدخل القطاع الخاص، أما شنو المعطل الأمر هذا؟ إدارة. إذا كان الإدارة برك ما يكفيش غطت الدولة الأجنبية ما عطلتش من قطاعات أخرين. هل الزبلة هي مسألة تهم البلدية؟ هل هي الزبلة مسألة من علائق الدولة وكهو؟ راهي المسألة أوسع من هذا شوي. لا وفي الظرف هذا بالذات في الظرف هذا وين القطاع الخاص خاصة في صفاقس؟ مش حتى في القطاع الخاص، نعرفوا صفاقس هي كان يتحرك القطاع الخاص نتاعهم في المسألة هذه تاوي نظر تونس الكل، أما فما في صفاقس زاد مزايدات وفما أطراح سياسية يدول ما يصير لهذا ما يصير لهك اليوم. اليوم عايشين، اليوم عايشين لكوبيتاسيون، تعرفوها لكوبيتاسيون وقت تصير وقت يطلع الرئيس يحكم تعيش. والأغلبية تاع المجلس النواب ما تبدأ معارضة ليه. اليوم عندك والي صفاقس نتاع قيس، عندك رئيس بلدية صفاقس نتاع النهضة، زيد الطرف الثالث الاتحاد، وبالتالي فما مسألة سياسية مش مسألة فضلات. صفاقس اليوم محصورة في التريونجل دو برمود اللي متكون من ثلاثة هذوم، وشوف انت وين عندك رئيس بلدية نتاع قيس ورئيس بلدية نهضاوي ورئيس والي نتاع قيس، تلقى الأزمة كما اللي صارت في بنزرت على مسألة زادة تنظيف بنزرت بمناسبة عيد الجلال وشيء واللي صاير في جرجيس، وبالتالي رئيس الدولة لا عمل 25 بزه معناه وحط ناسه في الولايات الكل وبدل البلديات بعد ما نحالهم الوزارة نتاعهم خلاها شطار، وهذاك علاش البلاد اليوم كل مرة ياخذوها جماعة ذومة رهينة بين قيسيين نهضويين وحتى اتحاديين. احنا كونوا هكا كملنا الساعة الأولى، الساعة الثانية نستقبلوا فيها